شحال من واحد توما شحال من واحد توما 40 هما الاخرين وحسب التصريحات ديالهم فكيقولوا ان الشركه لا راضي ساعة واحد واقف كيتسنى كيشوف هادشي وكيجي كيطلب مالي المشروع شكون مول المشروع؟ الشركة حنا اللي خدامين معاها غاشد مالي المشروع هو لا راضي حنا ملي كنمشيو لا راضي تقول لي حنا ما شغلناش اخويا واش خدام معايا؟ ما خدامش معايا طول بحال هادي الشركة شنو سميتها اللي خدام؟ شركة زوراز تمارة رايح المطري هنا وكيجوج هما كاع والو عاجيو في التليفون وكيجاوبو ماشي غاديين حنا 10 شهور خويا ما مخلصين دابا جاو صحاب الله الصغير ديال مواد الحفظ ما خليناهمش كنا كل مشاكل ديالنا كل المشاكل ديالنا وهاديك الساعه ديرو خدمه دابا الشركه تخلصات ولا راضي تخلصات فسخات العقده مع الشركه ما عرفناش شنو المشكل بيناتهم خويا قبل كنت كتهضر حتى مع الممثل ديال الشركه سواد شنو قال لي خلي ما نخدمو خلي ما نخدمو قلت له ما نخليهمش يخدمو جي فك معايا المشكل ديالي انايا شنو داير معاك دابا؟ غادي يخلصكم ولا لا؟ يخلصنا امتى داير معاك؟ قال لك حنا غنشوفو اليوم عيا ما يكذب علينا 10 شهور هو تيكذب علينا عيا ما كيكذب دائما غنجي هاد الشهر غنجي هاد السيمانه غنجي هاد النهار غنجي والو كلشي دائما تيكذب لدرجه انه ولا عندو الثقه ما عندكمش الثقه فيه دابا علاش الثقه فيه ما عندنا الثقه لا فيه والو سبحان الله راني وطرقنا جميع الابواب اللي كاينه هنايا ديال دابا حاليا اش غادير دابا اش غتبقوا معتصمين ولا غتفكوا؟ باقي معتصمين اخويا ما نرحموش ما كاينش شي حاجه على الدار على بو يقتلونا يجيو يديروا شي حاجه هنا ممنوع شي حاجه الدار صبرنا تاعنا صبرنا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس الشهر الثالث الشهر السابع الثامن التاسع العاشر هذا عباد الله العاشر ما بقى عندنا ما نوكلوا ولادنا تا ولادنا تفرقنا معاهم على قبل هاد الشركه بحق الله العظيم تفرقنا مع ولادنا بالله لا ما بقاش عندنا ما ناكل والو عك عباد الله عك عباد الله اذا مشاهدينا الكرام معنا الان امامنا ممثل ديال شركه راديس اعطينا يحاول يقربنا من هذا الاتصال السلام عليكم السلام ورحمه الله بغيت نعطيكم الكره كنعرفنا بالصيفه و كي جاكم نتوما هذا الاعتصام ديال هاد العمال هادو داخل هاد الانفاق المنصوري الثاني رئيس قسم الماء والمياه صوت مرتفع صوت مرتفع بالنسبه للمشروع المشروع ديال التقويه ديال شبكات غير السائل المدينه العسفي الموجود على في شارع الحسن الثاني بالنسبة لغاديس دوزات الصفقة الشركة سوراز الشركة بدات خدامة عييت وما تكذبوا مع الأسف الشركة ما كملتش المشروع لا مشاكل بالنسبة للشركة وملي تطرق لغاديس باش تفسخ العقدة مع الشركة بالنسبة للحالة الحالية المارشي غيزيني مع الشركة ديال سوراز بالنسبة للعمال العمال مكلفة بهم دير ثم الشركة ديال سوراز دونك إلا كاين شي حاجة على أساس باش تخلصوا العمال ولا المطالب ديال العمال خاص يمشيو للشركة والشركة خاصها تحمل المسؤولية ديالها دونك المسؤولية بين الخدامة مع الشركة بالنسبة لغاديس كنعاود نقولها لغاديس الآن فسخات العقد مع الشركة ديال سوراز إذا هو فسختوا معاه العقد خلصتوه ولا ما خلصتوهش؟ بالنسبة للأشغال اللي دار سوراز يعني هي باش تخلص العمال ديالها باش هي تصفي الأشغال اللي دار سوراز كاملها تخلصت فيها الأشغال المنجزة خلصت فيها الشركة ديال سوراز إذا هي اللي دار ما خلصتش العمال ديالها اذا نتوما في هذا الوضع هذا باش ممكن غديروا دابا هذا الاعتصام ديال هاد العمال الاعتصام نشوفوا مع الشركه ديالها والمقر ديال الشركه ما كاينش في اسفين الشركه في تمارا تمارا الشركه في تمارا
نبدأ في شي حاجة أخرى سي منصور؟ صافي هادشي اللي كاين. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام كما شاهدتم معنا وسمعتم معنا تصريح ديال ممثل شركة رادس بأن رادس سقط العقد ديالها مع الشركة سهاد ديال المناولة، وبقاو هاد العمال هنا ما تخلصوش لمدة شهر. لا هما الضحية، اسمح لي، شوفكم مشاكل، شوفكم مشاكل.